هي كل واحد وهو خارج بعد الصلاة متعود إنه يخرج أو يخرج حاجة لله في صندوق الجامع أو المسجد اللي هو بيصلي فيه. نصف الغلابة اللي بتكون قدام الجامع في الشارع بكرة كل واحد يعمل حسابه هيدفع فلوس جديدة تحت مسمى رسوم الكهرباء والمية اللي بيدفعها الجامع. أيوه زي ما بقول لكم كده، ما تستغربوش كلامي. وزير الأوقاف طلع قرار إن المساجد اللي هتتضم جديدة للوزارة هي اللي هتتحمل مصاريف المية والكهرباء، والوزارة ملهاش دعوة. يعني بالبلدي أي حد أو أي بلد ما فيهاش جامع كويس هيبنوا جامع؟ لأ، ما تبنوش جامع، لأنك أنت لو بنيت جامع هتضطر تدفع فلوس المية والكهرباء. وطبعا دايما وغالبا الناس اللي بيخش يصلوا في هذه المساجد ناس على قد حالهم، يعني ربنا يرزقنا واياهم، معهمش فلوس. لما يجي فاتوره للجامع ب 5 6000 جنيه يدفعها منين؟ ب 3 4000 جنيه يدفعها منين؟ وطبعا الشريحه بتاعت المسجد هتبقى الشريحه لان الاستهلاك كبير، لان الجامع كبير ولمط كتيره، لو في تكييفات بتاع فطبعا هيبقى استهلاك كبير، يعني يخش الشريحه اللي هو الايه؟ الكيلو بجنيه. يعني تلاقي مثلا المسجد جاي له 3 4000 5000، مين هيدفعه؟ مفيش حد هيدفعه. فعشان كده وزير الاوقاف بينصح الناس، او انا فاهم ان وزير الاوقاف عايز يوصلنا ان اي حد يفكر يبني جامع او اي بلد تفكر تبني جامع، لا جامع لا، مفيش مباني جوامع، كفايه عليكم كده. هو ده الكلام معناه، فيما معناه يمكن انا ما بفهمش او حمار جايز. مش معاك فلوس تبقى في الشارع وملناش دعوه بيك، ومش بعيد يقول لك المسجد ده غير مصرح للصلاه بيه، ولو مصلح او لو مصرح بيه للصلاه يقول لك الوضوء ب 5 جنيه، هتصلي تحت المروحه ب 10 جنيه، دي تسعيره جديده هتنزل بكره ولا بعده قريب، يعني هنلاقي وزاره الاوقاف منزلها لنا. لو في تكييف حضرتك تبقى ليلتك بيضه، ولو هتصلي مثلا الجمعه في التكييف تدفع 20 او 30 جنيه وانت خارج من الجامع. طبعا يعني صلاة من غير مروحة ب 5 جنيه، صلاة تحت المروحة ب 10 جنيه، صلاة تحت التكييف دي ب 20 جنيه، معلش احنا اسفين يعني. ولو حضرتك بقى مواظب على الصلاة ممكن نعمل لك ديسكاونت، يعني وزارة الأوقاف ممكن تعمل لك خصم. يعني ممكن لو انت بتصلي الخمس اوقات او الاربعة مثلا في اليوم، بلاش خمسة يعني، الفجر ده تصليه فيكو، يعني 4 اوقات في تكييف ب 80 جنيه، لا احنا ممكن نعمل لك خصم، يعني ممكن نعمل لك مثلا ب 50 جنيه، ب 40 جنيه، نعمل قروض بعد كده، اللي معاه كارت ودافع يخش يصلي. هو ده حلنا؟ ما اعتقدش انه يرضي حد، ما اعتقدش انه يرضي القيادة السياسية، ما اعتقدش. يعني مش عارف فعلا، يعني شر البلية وما يضحك. يعني ايه حضرة وزير الاوقاف وزارة بحجم وزارتك مش عارفة تدفع رسوم الكهرباء والمية وعايزة تلمهم من الناس؟ دي وزارة الاوقاف من اغنى الوزارات في الدولة، يعني ايه تخلي القائمين على المسجد هم اللي يدفعوا رسوم الكهرباء؟ ويا ترى مين اللي هيقوم بالمهمة دي؟ خلي بالكوا ده قرار كارثي بمعنى كلمة كارثة، لانه بيفتح المجال قدام لم التبرعات والفلوس من الناس بحجة ان هي هندفع بقى فلوس الكهرباء والمية. ده غير حاجة تانية أخطر، وهي إن في بعض المساجد الجديدة خلاص تقول لك أنا كده الوزارة هتفيدني في إيه؟ يعني ملهاش بالنسبة لي أي حاجة، يبقى مش هنضم ليها، وأدفع أنا بقى كل حاجة وأتحمل مسؤولية المسجد. وده طبعا من ضمن الأخطار اللي ممكن تؤثر على المساجد، لأن ممكن بقى الجماعات الإرهابية تتدخل في حاجة زي كده، هم معاهم فلوس، وتجيب بقى مشايخ تبعهم بيبسوا بقى سمومهم في عقول الناس خاصة يومكم، ويهاجموا بقى الدولة ماشي، ينشروا حاجات غلط ماشي، يعني مصايب من كل ناحية. وده كله ليه؟ عشان معالي وزير الأوقاف بيقول إن الوزارة معهاش فلوس تصرف على المساجد الجديدة. طبعا عندك حق يا معالي الوزير، طبعا ما الوزارة فلوسها خلصت وهي بتشطب لحضرتك شقتك اللي اتكلفت فوق 700 ألف جنيه طبعا، وترمخ على الموضوع ولا حياة المنتونات عادي. لما حضرتك تصرف 700 ألف جنيه على شقة
وطبعا الموضوع عادي ولا عدى مرور الكرام ولا في دماغك، ولا في دماغك مسجد. يعني اخر حاجه كان واحد ممكن يتخيلها من الوزير المحترم وزير الاوقاف انه يعمل كده. ليه؟ ليه وعشان ايه؟ ده انت اغلى وزاره يا اخي، ده انت عندكم اراضي واقف بالمليارات، عندكم اراضي واقف بالمليارات، عندك سعادتك مستشارين بالملايين. يا اخي اعمل لاخرتك، انت اصل الوزاره مش هتكمل يعني. يعني الوزاره دي هتقعد ايه يعني، شهر اتنين تلاته خمسه عشره، وبعدين في رب كريم، رب كريم هتقابله هتقول له ايه؟ ما كانش الوزاره فيها فلوس؟ لا والله الوزاره فيها فلوس، والله الوزاره فيها فلوس، انا بحلف لك بالله الوزاره فيها فلوس.